بقيت أعزائي ومواساة أخرى بعث به العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام إلى أسرة الزميل الصحفي والأديب محمد عبد العبسي الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان شبابه. القطاع الإعلامي للمؤتمر عبر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الزميل المرحوم محمد العبسي وإخوانه بهذا المصاب، مشيدين بمناقبه كواحد من أبرز الأقلام الصحفية اليمنية الشابة التي استطاعت أن تترك بصمتها على الساحة الصحفية في فترة وجيزة، وكان أديبا وشاعرا وصدر له العديد من الأعمال. وترحم العاملون في قطاع الإعلام على الفقيد العبسي سائلين المولى عز وجل يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه وزملائه ومنتسبي الأسرة الصحفية الصبر والسلوان. ويعد العبسي كاتبا وصحفيا متخصصا في كشف الفساد، وكان شاعرا وأديبا وله دور ونشاط إعلامي.